السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2021 بالخطوات. يجب على كل من يريد أن يحجز تذكرة أن يدخل على الرابط الذي نضعه لكم في الوصف، حيث أن المعرض في هذا العام أصبح الحجز من خلال الانترنت، فلذلك نحن خصصنا لكم هذه الخدمة المجانية تسهيلا لكل الذين يرغبون في حجز تذاكر لمعرض الكتاب بكل سهولة، حيث الجميع يبحث عن الرابط والجميع يريد أن يقوم بحجز تذكرة له. من أسهل ما يكون اضغط على الرابط واتبع الإجراءات، يعني في البداية الرابط موجود في الوصف، تضغط على الرابط وبعدين هتلاقي مكتوب احصل على التذكرة الآن، وبعد كده طبعا بتبدأ تسجل البيانات المطلوبة. بعد ما بتضغط احصل على التذكرة الآن تلاقي الاسم وبعدين اسم العائلة وبعدين الايميل وبعدين رقم التليفون لو عليه الواتس، وطبعا بياناتك ذكر او انثى، السن، تاريخ الميلاد، والرقم القومي بتاعك، وبعد كده بتضغط تحصل على التذكرة. بتظهر قدامك تذكرة باليوم والتاريخ اللي انت حددته، والبوابة باب كذا، باب واحد، باب اتنين، باب ثلاثة، باب اربعة، هيحددها لك ان انت تدخل باب كذا. نظام جميل وحديث جدا وبسهولة فائقة جدا، يعني مفيش صعوبة، وانت من خلال الخطوات الموجودة هتقدر تحصل على التذكرة بكل سهولة. هتفتح الرابط تضغط عليه وبعدين تختار احجز تذكرة، وبعدين تدخل بياناتك الشخصية، الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني والعمر والجنسية والنوع ذكر او انثى، وبعدين الحصول على تذكرة الزيارة. وبعد عملية التسجيل بتقوم بارسال الصورة على الرقم المسجل ونسخه وعلى البريد الالكتروني، وتعرف بوابة الدخول واليوم المحدد، وبعدين كده انت قمت بحجز التذكرة. والفرد بيحجز لأربع تذاكر، يعني أزيد من أربع تذاكر ملوش، لأن المعرض السنة دي نظر لظروف كورونا في عملية تنظيمية باحتة جدا، وهو ما يزيدش عن 100,000 زائر يوميا بنظام، يعني علشان التطبيق الأمور الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. وكده نكون سهلنا لكم عملية الحجز بسهولة جدا، وكل معرض وانتم طيبين.